Ganhei uma cabeça, mas é fácil. Eu falo pra بس استنى بس دوب محدش يضحك بس خلاص محدش هيضحك بس دي بتضحك محدش اي حاجه اصلا بس بس يا جماعه بس 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 نزل على القناه هنا اخر فيديو المقلب اللي محمد عمله في قلق. انا عايز اقول لكم ان محدش راضي عن المقلب ده تماما، مش انا ابو المقلب، البنت دي ثابت عليا قسما بالله ثابت عليا. انا اتضايقت، ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ مش للدرجه دي. فالمهم انا رحت متصل بقلاء، قلت لها بصي مش هو ضايقك، رمالك عفش البيت كله في البيسين، انت شفته، مش محتاج احكي لكم. طلعت الروح الشيطانيه اللي جواك. قلت بس قلت انا لازم اساعد البنت دي كده لله. ايوه لله. لازم اجيب لها حقها كده لله. بالصدفه والله هو اصلا عامل يصالحني بقاله يومين، تمام، وكلمنا الراجل اللي جاب لنا العفش والكلام ده كله، قال لنا لا عادي لو اترمى في البيسين هيبقى عليه رمال، ممكن نغيره لي كله اصلا. لا بص انا هوريكم، بصوا شايفين منظر العفش؟ هل ده يعقل ان ده يبقى منظر عفش عريس لسه متجوز بقاله شهرين ثلاثه؟ ده يعقل؟ ما يعقلش. عفش بالشيء الفلاني يترمي في البسين بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده ما كانش ينفع ان هو يحصل. فمحمد طلع الشر اللي جواه، فاحنا قلت خلاص يبقى انا هتكاتف مع علاء عشان اجيب لها حقها. صعبت علي اختي برضه، فانا لازم اجيب لها حقها. فقلت لها خلاص زي ما ضربك في البسين، مش ضربها ضربها يعني، ضربها ان هو بالمقلب يعني، ضربها في البسين ان هو عمل لها مقلب في البسين ورمانا العفش. فقلت لها خلاص هنخلي البسين هو هيكون العقبه ليه في حياته النهارده. فانا عايز اعرف رايك يابا، ايه رايك في اللي انا فكرت فيه؟ هل هتستاهل ده ولا لا؟ اديني فرصه بقى اتكلم بقى، ايه محدش يقاطعني. ماشي. اولا ازيكم حبايبنا، عاملين ايه يا رب؟ انا اول ما شفت على طول رنيت على محمد قلت له تعالى اللي انا عايزه، انت عملت 1 2 3 ليه؟ قال لي يا بابا انا اتصلت بالشركه وكان في بقع فانا عايز انضفه، في الشركه قالت له اغسله، المايه ببوظه، قالت له لا المايه مش هتبوظه، احنا اللي هنعمله لك بعد ما تخلص غسيل هنيجي نلمع لك الخشب. فهو عرف منهم ان المايه مش هتضر العفش، هينضف ايه؟ العفش بالمايه. فمن هنا فكر انه يرميه في البسين ويستغل الفرصه دي، فألاء ان هو ايه يرمي العفش في البسين ويبقى ايه فكره ماء. بس انا حبيت اوضح ده عشان تعرفوا ان الاساس اصلا ان هو يغسل الحاجه وينظفها وفي الوقت نفسه يبقى مقلب في ألاء. فانا موجود دلوقتي في الفيديو ده عشان اساعد ألاء وارضيها واخليها تاخد حقها من محمد، وانا كمان هساعد ألاء وارضيها عشان اخليها تاخد. الفكره جت هيبقى عقاب محمد برضو في البسين. المهم بقى انا عايز اقول لكم ان في مفاجاه، هتبقى مفاجاه رهيبه جدا. مش هقول لكم كمان كام يوم، مش هقول لكم الفيديو اللي جاي، لا هي هتبقى كمان شويه من مده الفيديو ده، يعني كمان شويه انت تتفرج كده هتعرف ايه هي المفاجاه. بس انت استنى معانا شويه كمان، لو ما حطيتش الاشتراك حط الاشتراك بتاعك عشان احنا بنعمل حاجات جامده قوي، ثقه في الله يعني. لو ما حطيتش اللايك بتاعك يا ريت تحط اللايك بتاعك. في حاجه مهمه بقى جدعا قبل محمد ما يجي. طيب بص انا خلينا الاول ايه، انتوا كلكم متحمسين لفكره المقلب بتاعت الارض صح؟ كلكم متحمسين جدا، كلكم متحمسين نطلع الشر اللي جوانا في محمد جدا. جاهزين؟ جاهزين. بس عايز اقول لكم على حاجه، احنا الليفل معانا في الجنون بدا ان هو يعلى، فلو انتم مبسوطين من الفيديو ده يا ريت في خلال 24 ساعه نوصله ل 100,000 لايك، هنعرف ان احنا فعلا فكرتنا ممتازه والفكره عجبتكم. وانا واثق النهارده ان شاء الله ان انتم هتضحكوا لدرجه لو في ايديكم كوبايه شاي هتدلدق كده. بس انتم خلوا بالكم من نفسكم بقى عشان ما حدش يتلسع. يعني جاهزين؟ من الاخر هنظبط محمد وهنخليه يرقص راس بالظبط. يلا افتحوا لي الباب بقى، خلونا ندخل العربيه علشان احنا كده هندخل في الجديد قوي. هلا هلا يا محمد، الشيطان اللي وزك على آلاء وعليا سواحك. انا حبيت اقول لك كده من نفس المكان اللي انت كنت بتقول لي فيه الكلام ده، ارجع كده فلاش باك بدماغك لورا وانت تتاكد. عايز اقول لك النهارده في فكره جنان، بس انت استنى عليا ادخل العربيه. يعني عليك يا خالي، والله انت صعبان عليا قوي. انا مش عايزه ابيعك، خايفه، انا خايفه جدا. انا مش صعبان عليا غير ان انا بعتك فعلا وان انا معاكم ايكو عليك عليكم، دي بس اللي صعبان عليا. ها جاهزين؟ جاهزين. لا مفيش حماس. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين. افتح الشنطة. افتح الشنطة. يعني جاهزين؟ جاهزين. طب يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايش 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 الله.
امسك يا زياد. قال اقفل اقفل هيجري مننا. بويس خش معاه بالكاميرا كده. يا ماما طب يلا عشان اللي معايا تقيل عايز ارميها. يلا لو النبي جاهزين. انا جاهز. عيب عليك يا خالي. بص يا خالي انا ماليش دعوه بس مدام حسن اتدخل في الموضوع ماليش دعوه. يا محمد هم دول كانوا بيقولوا لك الفيديو اللي فات مش هيبيعوا. انت هتتمرمط يا محمد. انت هتجيب ايام بيضة. انا قلت لك مش هبيعك بس انا ماليش دعوه. بكلم الاء بقول لها ايه يا بنت اللي حصل ده كله. طب انا عايز اساعدك. انا عندي فكره مقلب هخليكي تاخدي بيها حقك من محمد. وفكره جميله ولطيفه ما فيهاش خساره يعني. فالمهم قالت لي انا محمد من الصبح ومن امبارح وما اعرفش ايه عمال بيصالح فيا وانا مش راضي اتصالح. طب انت عندك نيه للصلح ولا عايز تاخدي حقك بصراحه كده؟ قالت لي انا عايز اخد حقي. قلت لها بس خليكي معايا. فالمهم جت الفكره الشيطان دي دلوقتي. بصوا كده معايا. ده اول حاجه سمك بولت بس هو انفرهد شويه الصراحه يعني. هو انفرهد شويه. احنا بقى طالبين من محمد ايه؟ ان هو ينزل يصطاد السمك ده بايده بنفسه من البسين. بص جري انا ابيض. انت هتمسكهم ازاي دول؟ هتمسكهم ازاي؟ ايوه انا عايز واحده. البسين عندنا بقى فيه خير كله خير. حطي لي كده نيره. حطي لي كده اقفليها عشان ما تتفتحش. بص بقى احنا نعمل ايه؟ طب نطلع زفلات. لا لا ده في ارموتي. احنا حاطين سمك بولتي علشان يكون هادي ما يعملش ايه نوش في المكان. تعال اوريكم السمك بقى اللي هيرقص محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نقرب هنا بس. الله 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 اوبا. بص الله. بص بص انا عايز اتفرج على اللي تحت ده. هو بيعوم كده في الميه. بص عامل ازاي في الميه. خلينا ننزله مره. يا ماما حاسب اوبا. يا عيني يا محمد يا عيني. ايه رايكم في السمك القرموط وهو بيعوم في الميه ومستني محمد يجي يصطاده؟ عايزك يا بنت الناس لما يجي محمد يوزك عليا ما تسمعيش كلامه عشان ما احطكيش في دماغي. صدقني ما سمعتش كلامه. ده مش تهديد. ده مش تهديد. ما انا شفت. انا شفت اللي كان بيعمل القلب على المرايه. انا شفت. ماشي. مراتك بتبيعك دلوقتي. فالمهم لسه بتبيع. المهم انا اديتك الفكره دي. اديتك زي خالص. انا اديتك الفكره دي من تفكيري مع ان انا كنت ممكن اعملها فيك وتدخل البيت تلاقوا البسين ده مليان سمك. بس احلى فكره. فالمهم انا ليه عملت معاكي كده؟ عشان اشتريكي. علشان ايه؟ عشان اشتريكي. خلاص احنا كده اتفقنا كده. انا والاء اخوات ومفيش ما بيننا اي مقالب. وبعد كده احنا هنبقى تحالف واحد انا والاء ونهال والتيم الواقف ده كله. لسه في مفاجاه هتعرفوها بس احنا مستنيين محمد لما يجي. القرموط ده شكله مرات القرموطه دي. الله عليهم. هم ماشيين كده ورا بعض. احباب احباب اصحاب. على فكره الكبير قوي ده راجل والصغير دي راجل. بص البلطيه. بص البلطيه. بص السمك ماشي ازاي في الميه. بص عامل ازاي. استنى احاول امسكه. ما بيتمسكش. ما بيتمسكش. بيشوه. لا ده انا جيت امسكه لقيته جري من ايدي اتزغلط. طب تعال 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 فوق هناك. بص البلطيه. البلطيه مستقنيوسه في الميه. هو انا ليه اول ما بقرب عليها بتعمل نفسها ميته؟ عايز عشان بيتحرك نفسه. والله ما عرفت مسيرك. بيجري سريع جدا. لا مش بيجري بيزفله. استنى في صوت عربيه جه بره. تعالى كده بس محمد شكله جه. الله ينور. تعالى. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. انت العيله كلها هنا في استقبالك مستنياك. تعالى عشان عاملين لك سربرايز. ايه في ايه؟ عاملين لك سربرايز. انا عيد ميلادي لسه ما جاي. عيد ميلادي بقول عليه سلام. عايز اقول لك على حاجه. ايه يا حبيبتي؟ عيش تاكل سمك. انا هقوله على حاجه. وبشرط نعمل السمك عندهم التتبيله بتاعتهم. هتجيب لي سمك امتى بقى؟ ايه الدخله دي؟ ايه دخله حكومه؟ عاملين لك مفاجاه. انت عايز تصالحها صح؟ ما انا صالحتها خلاص. هي اصطلحت بس ناقصه شرط. لا اتراضت خلاص. لا لسه حته. ما حصلش حاجه. انا فاهمها بس حته. بص يا جماعه بس عشان الناس تفهم صح. انا العفش ده كله انا كنت عايز اغسله وانضفه لها. كلمت الشركه قلت لهم عادي لو انا جبت بنش. كل الكلام ده كل الكلام ده هي حكيته لنا واحنا عارفينه وقلنا واحنا بنصور. وانا قلت كل الكلام ده الاء حكيته لنا. انا قلت يا عم مراتك نفسها تاكل سمك. لا لا. اكلها سمك من ايدك. ايه المشكله؟ طب ما اكلها سمك. عازمكم النهارده على احلى اكل السمك. لا بس هي عايزاك تشتغل صياد. بايدك انت. هي عايزاك تشتغل صياد تصطاد السمك. لا ما احنا هنخليك تعرف تصطاد بقى. احنا نعلمك. هات كده. تعالى غمض عينك بقى. تعالى ايه انا هغمض عينك. هلا هلا يلا يا افراد.
درجه كمان اوعى لا اوعى تشيل ايدي اوعى تشيل ايدي عشان ما يحصلش حركه غدر. خليك ماشي حلو للاخر. خليك ماشي ثانيه واحده. لا هتقولي في البسين لو يابا. لا يابا هيزولي في البسين. هيزولي في البسين لا والله عشان تجيب السمك. احنا حاطين لك سمك في البسين والنايم. احنا عايزينك تصطاد السمك ده. لا بس يا محمد بشرط عشان طيب اسمعوني انا عندي رأي والرأي ده اللي هينفذه او هيقول اذا كان هو صح او غلط ابويا هو اللي هيحكم. اسمعني يابا في اللي انا عايز اقوله ده بعد اذنك. المقلب اللي محمد عمله زياد ويوسف ونيره ورماس لهم دخل بيه؟ لا طبعا انا مالي. هم لهم وما لهمش. ماشي وكويس انك فكرتني. هم الاربعه معاهم عليهم عليه. لما حد اخلص الاول لما حد يقول هنعمل كذا 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 تفكروا الاول هل المقلب ده حلو ولا وحش نشارك او ما نشاركش. احنا فهمك اصل انا بقى رايي كده كده هيعمل مقلب فبنحب يابا نشارك. انا رايي زياد اولا بقى اخواته يبقى يتعاقب مع خاله في السمك ده يصطاده معاه. ما هو زياد يصطاد سمك مع خاله. بالنسبه ليوسف هيهرب يروح فين يعني؟ ما مش هيروح لوحده. ويوسف يصطاد لنا سمك. يوسف الله اكبر مسك سمكه. وبالنسبه ليوسف يوسف علشان الكلب ما يروحش منه باعني يعني اشترك كلب وباعني يبقى يوسف ايه ينزل معاه. عايز يصلي لحسن الدهلاب الشورت. خد يالا ولا حسن الدهلاب اوبا تعال. لا ما يصحش مش هينفع. ايوه لا لا مش هينفع. عيني اطلع اسال مع خالك السبب. طب هات اسمعني اطلع يا سيد اسمي معلش اطلع بالله عليك بالله عليك اطلع. حد يمسك زياد يلا قدامي. حد حمار انا الوكيل. هذا اللي جايبك قدامي. طب لحظه تعال يا حبيبي يلا ما تطلعش من المي. بفتحك بالملح. اهو هاتوا يا عبد ها لذينا. طب عايز حاجه امسك بيها او هي جويند ولا اي حاجه. مسكتها. هديك وسيله مساعده تطلع بيها السمك كله بس بشرط تطلع قرموط واحد من الميه بايدك. تجيبوني بايدك كده اهو كده اهو. هديك وسيله مساعده تطلع لك السمك كله. اقسم بالله بطشتك لو ما اعرفش صاحي ولا عايش. بس اقول لك على حاجه. كان بيقول لك لما يطلع لك قرش تعمل معاه ايه؟ لف حركه بابل زقم مناخيره لف بابل او تعمله بقليل في الميه. خلي عايز قماش اهو جاي لك اهو يا محمد جاي لك اهو. في ايه؟ في ايه؟ جنبك وربنا وراك اهو. ثابت هتجيبه انا عايز اجيب معاه رد الفعل وهو ماسكه. هي تخبط في السوق. تفتكر هيجيبه يحيى؟ لا ما اعتقدش انه يعرف يجيبه. ما بيعرفش ينزل تحت اصلا. وراك يا محمد على طول. حبيبي اهو يا محمد اهو بص راجع لك اهو. عندي برضه راجع لك اهو. لو راجلي مسكني. ايه ده مسكوا مسك القرموط يا يحيى. هكذا اهو لا لا حرام عليك حرام عليك يا بس اديته الفانيلا. حرام عليك ده ما صدق مسك القرموط بصراحه. سايب عليا انا هجيب له وسيله مساعده عشان بصراحه البيسين بقى ريحته مقرفه. خدته على بعض اهو يا عم بيعرف تمسكه. الله يسهل. هات الجرده هات الجرده مع زياد جرده لو بسرعه بس بيجري مني يا يحيى. اهو دي يا عم اهو. بصراحه محمد صعب عليا وهو مش قادر يعمل حاجه. ليه؟ عشان الموضوع صعب. بص يا محمد انا جايب لك حل. بص هطلع لك السمك في دي
المطلوب منك ان انت تاخده من هنا بايدك تحطه في الجردل. بس لو انت عارف تطلعه هطلعهولك. تعال تعال تعال، هنا 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 القرموط هنا والله. القرموط هنا اهو، تعال امسك امسك. ما تتابع جبت لك اثنين اهو. ايه ده انت معاك قرموط؟ اه قولوا ربنا اهو، قولوا ربنا. تعال امسك. حاسب يقعد، خلي بالك من ناحيه استنى. مسكته حط يلا في الجرد. شكرا. يلا يا اسف، بص انا حضرتك سمك كده جدع، ما انت بترميه في الميه في الاخر. الصلاه على النبي. واحد. الله اكبر عليك، الله اكبر عليك، والله اسطوره. مهمتي خلصت. لا لسه انت استنى بس، عايز اقول حاجه. انت مالكش اي لازمه، واللي هناك ده ملوش اي لازمه. صح. عارف احلى حاجه ايه في الموضوع ده؟ ايه ها بيجري هاكل سمك. هو راح فين؟ والله ما هاكل بعد اللي حصل. هو واحد جاي اهو، خد ايه صح، عدى من تحتها اهي اهي. حسن هنا مر على الله، عدى من تحت ضربه لشيمه يا ابن اللعيبه. مسكت. طب بالراحه ده. مسكت مسكت. ايه يا محمد؟ تعال بقى اصلا مش يا ابن اصلا، انا خايف اصلا. جبته واحد تاني، جبته واحد تاني. خد يا زياد ده بقى، هو ده اللي الله. اوعى صابونه. الله اكبر عليك، الله اكبر عليك. ده اللي رعبكم، ده اللي منيبكم من الظهر. بقيت صياد على الدنيا. مش فاضل غير قرموط واحد في الميه. متعب متعب بجد. عورك في ايدك على فكره يا خالي. شاطر شابو، اكلكم احلى اكله سمك النهارده كده بقى. السمك كله اللي كان في البسين طلع. زياد اتاكد ان احنا مش سايبين حاجه في البسين ولا اي حاجه. ويلا علشان ايه نروح نعمل السمك، احلى اكله سمك هاكلها لكم النهارده. انا اللي مصري السمك ده سمكاه سمكاه. انا عايز اقول لكم ان احنا جينا الصبح جبنا شروه السمك اللي كانت معانا دي بالصياد بالناس بالناس كل حاجه، وجينا عندهم هنا عشان نعمل الاكل ايه. واحنا جينا نمنا. انا عايز اقول لكم على حاجه، ان انا السمك ده مصطاده سمكاه سمكايه. فالمهم احنا ايه، السمك بيتعمل خلاص. الله ينور يا علاء، نورك. تسلم ايدك يا رب، الرز ده ما يتحرقش. الله ينور يا سهر، الله ينور يا نهال، يا رب السمك ده ما يبص. تسلم ايديكم يا جماعه، عقبال كده يا رب، كده يا رب ما تعزمونا تاني. ادعوا له ادعوا له يا عمير بيت ابوه. كان واسع علينا في القرموط كلها، القرموط كلها، اقسم بالله ما كنتش عارف تنظيفها ازاي. انت هتخش الكاميرا. انت كلت سمك قرميط قبل كده؟ بابا على طول كان بيجيبه كده، بس انا كده هاكله النهارده عشان ماما قال لي. يعني انت ما اكلتيش قبل كده ولا نظفتيه ولا عملت فيه حاجه؟ يا ساحر، انت كلت سمك القرميطه قبل كده؟ اكيد مفتوح عليه طبعا. لا احنا مالناش دعوه دي. عمري ما دخلوا البيت، عمري ما هشوفها. يبقى احنا بالنسبه لنا معانا اتنين كده، هم الاول مره النهارده هيبقوا بيجربوا سمك القرميطه. بس تقولوا رايكم بمر الله. على فكره ده جميل قوي. بصي بصي بصي، انت بصراحه فعلا اتخضيت فعلا. انا عايز اقول لكم على حاجه بقى من وجهه نظري انا، مش هفتي ومش هقول اي كلام. انا واحد كلت القراميط ده كتير جدا، كلته مقلي وكلته بصلصه اللي هي بيسموها التغذيه دي، كلته كده وكلته كده، وفي كلتا الحالتين هو جامد. بس اللي ما بيحبهاش، هو ما بيحبهاش عشان ممكن شكلها مش عشان طعمها. كم واحد بيتفرج علينا بيحب القراميط، وكم واحد اللي بيحب القراميط يقول بحبها، واللي ما بيحبش يقول ما بحبش. بصراحه بفكر اعمل فيكي مقلب ما يقلش عن اللي محمد عمله، بس مش بنفس الطريقه يعني. بلاش قراميط اهو. تفتكري انت ممكن انت ممكن تروحي لمحمد تستنجدي بيه عشان تاخدي حقك؟ تزعجي ده كده 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 هتكون مولعه. استنجدي بيه يا نهار. بس يا محمد مش عارف، لا انا مش جاي محمد مع هذا. ما انا عجبك؟ جامد بصراحه. بصراحه ايه ده فيكي؟ لا بصراحه لا ما عجبنيش بصراحه. انت بهدلت الاقي ومرمره. بس بصي يا علاء، طالما خدتي حقك يبقى عجبك. بس خلاص اتعجبك. خلاص مش انت خدتي حقك، انت بحضر المره الجايه يا محمد انا وانت هنعمل
بالك بقى لو حسن بابا يا رجاله صلوا على النبي احنا عايزين ناكل فاضل 10 دقايق والنور يقطع يا عم محمود انت كل ما تيجي هنا تعطلنا ونقعد نلعب في البلاي ستيشن دوت يا عم النور هيقطع العب له ضربه الجزاء بقى اليسون بالجون طب انا بس ممكن اسالكوا سؤال السمك ينفع يتاكل في الضلمه عادي والشوك يخش في زورنا بسم الله الرحمن الرحيم بص على الجول ده بص على عامل ازاي هوبا 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 شكلك وحش احلى حاجه اعمل قلقه مريضه السمك بتحطي لي السمك في البسين يا نهال ما لقيتيش الا محمد يا نهال وتلعبي معاه انا مريضه جدا انت ليه سيبني ولا انت بقى نايمه هما بيزعدوه بص بقى يا جماعه انا اوريكم منظر السمك اللي يفتح النفس دوت عشان انتوا كمان شويه مش هتلحقوا ايه تشوفوه لان النور هيقطع للاسف بص تسلم ايدك يا صاحبي بص السمك يا جماعه ده احلى حاجه انا كان نفسي في السمك ده قسما بالله تسلم ايدك على العقاب اللي انت عملتيه ده يا لالا والله عملت مصلحه ايه ده انا مش هكبر انا فرحان جدا انت كده بقى انا بص انا عملت عقاب وفي الاخر قعدت ما بقعدش يعني ده حاجه غريبه قوي تسلم ايدك كنت بتعاقب نفسك احنا بقى دلوقتي خلينا نساعد النور لما يقطع عشان احنا بنستنى اللحظه دي كل يوم الصراحه يعني بقت بالنسبه لنا انت بالك فرحان كده بحب النور يقطع بقى بحب ان انا بعرف انه يقطع دلوقتي والمقاطع يعني بحب ان انا ايه اقعد اعد من واحد لحد 10 والمقاطع فاضل بالظبط 3 دقايق احنا نستنى دقيقتين ونعد في الدقيقه الاخيره فاضل 3 دقايق والنور يقطع لا لسه ستة. لسه يا جدعان لسه فاضل دقيقه لا 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 مش هنلحق استنى استنى فاضل دقيقه وبعد كده نبتدي نعيد ماشي ماشي كمان دقيقه كده دلوقتي نقدر نعيد جاهزين يلا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره ده جاي ايه بالظبط احنا بقينا حافظين مواعيد النور بالظبط بيقطع 10 يجي 11 كده نحب نقول لكم ان احنا هنستمتع باكله السمك الجامده ديت اللي ان شاء الله الشوك مش هيدخل في بقنا في البيت عندي وفي البيت عند محمد وفي البيت عند محمود بيقطع عندنا الصبح عندنا ايه مواعيد في مجموعه زي مجموعه النهار احنا مجموعه النهار بيقطع الساعه 3 عند ابويا بيقطع الساعه 10 ليه مع ان احنا جنب بعض بس ما نعرفش عند ابويا الساعه 10 بالظبط يكون قاطع يحيى جه هيلا هيلا يلا يا فرطو يا سلام اكلة السمك دي لو كنا لحقناها في النور عارفين انتوا الشوك دلوقتي هينزل في زورنا ربنا يسترها شفت عمال تهدي السمك ما كانش سمك ادعوا له ادعوا له يعمل بيت ابوه وكمان ادعوا له يعمل بيت ابوه انا عايز اقول لك يا محمود السمك ده انا مصطاده سمكايه سمكايه بايديا على فكره فاكرني بهزر لا مصطاد بايديك يعني مصطاد سمكايه منين من البسين والله مصطاد من البسين عنده انت بتعمل ايه انت بتعمل ايه انت بتاكل بايدك هو مصدوم بس هو مش باكل زي اخواتنا بتوع السعوديه بحب اكل بايدي وامي بتحب تاكل بايديها صح يا امه انا باكل بايدي بالذات الفت وانا بحب اكل بايدي بص يا جماعه اصلا انا منور نور العربيه عشان خاطر نعرف ناكل واحنا متمزجين كده المهم احنا عايزين نقول لكم تسلم ايديكم على اكله السمك ديت وتسلم ايدي على ان انا استطرته لكم كله فبلف انا وشيف يا جماعه انا عامل نفسي مصدق يا اسطى والله مش مصدق ان انت اصطدمت والله العظيم السمك ده كله طالع من حمام السباحه عندي احنا الاكل ما يحلى الا ايه بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الف انا وشيف اللي ياكل ونقول شكرا لمحمد على الاكله الجميله دي اللي هو ما عملهاش مش عارف يصطاد لنا كابوريا المره الجايه ويقول له ما يعملش مقلب تاني ما يعملش مقلب تاني يا محمد وده كان مقلب تعالى كده يا قرب عشان اللي هيجي على سكتنا يستحمل اذيتنا ده حر يا محمد انا مش هاكل اربع جاي